طيب احنا زي ما شوفنا كده بقى عندنا شاشة بنقدر ندخل منها الموظفين اللي عندنا، وعندنا مكان الريبوزيتوري اللي احنا كريتناها، الليستة اللي احنا كريتناها بنقدر نحتفظ فيها بالداتا ديت، بس احنا حاليا مش قادرين نشوف الداتا ديت في الابليكيشن. طيب محتاجين مبدئيا كده نعمل شاشة او بيج او فيو جديد نشوف منه لما نضيف موظف واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ايه الداتا بتاعتهم من خلال الشاشة ديت في شكل ايه منمق كده، بدل ما احنا بنشوفه من جوه الديبجر نفسه. تمام، فمبدئيا كده هنعمل لينك هنا هيروح على فيو جديد لسه هنكريته عشان نطلع الداتا بتاعت كل موظف. تمام، ممكن نطلعه كده لينك زي ده، نحط كده لينك ونقول له فيو اول امبلويز مثلا، نروح نعملها دلوقتي. طبعا عارف ان دي مش افضل طريقه ان احنا نعمل نافيجيشن في السيستم بتاعنا، لاحقا هوريكم ازاي نحط في الهيدر هنا ايتمز، بس خلينا نبراكتس ازاي نعمل اللينكس دي دلوقتي، وبعد كده نشوف ازاي نحط الايتمز فوق هنا، وبعد كده نشوف برضو ازاي نعمل نافيجيشن افضل من كل الكلام ده. طيب نبتدي بقى واحده واحده كده. هنروح على الفيوز وهنقول له افتح لي الاندكس. تمام، وتحت اللينك ده كده دي كوبي نعمل بيست كده، مش محتاجين نكتبها من الاول طالما هي هتبقى نفس الفكره يعني. هنقول له فيو اول امبلويز. تمام، وخلي امبلويز هنا او اول امبلويز. هي اللي هتبقى كليك هير، اللي هي السطر او الحته من الجمله اللي هتبقى كليكابل اللي احنا ينفع ندوس عليها يطلع تحتيها اللينك يعني. وزي ما عملنا قبل كده الاس بي فور اكشن اللي هنشاور عليها مش هتبقى بقى الامبليز، هتبقى بيج جديده هنكريتها اسمها مثلا ايه اول امبليز. تمام، طيب تعالوا بقى نكريت الفيو دوت برضو نتاكد ان هو جوه الهوم فولدر. نقول له فيو جديده اسمها اول امبليز، وهنقول له بقى html5 tab نقول ده ايه all employees. وفي البادي هنا كده تعالى نكتب له برضو message الباراجراف كده نرحب بيه، نقول له welcome to، بلاش welcome خلاص بقى، هنقول له all employees 4 او page اي حاجة. تمام، خلاص يبقى احنا ضفنا هنا في الاندكس اللينك عشان يطلع فيه الصفحه الاندكس اللي هي زي الهوم بيج، وضفنا التايتل دوت لما نروح للبيج دوت. تعالوا كده نجرب، فكروا ايه اللي هيحصل، تشتغل وتطلع ايرور، في حاجه ناسينها؟ نفكر كده مع بعض، هل في حاجه ناسينها ولا لا؟ قبل ما ادوس فكر. طبعا هدينا ايرور اول ما هندوس فيو اول ام بي، بس الحاجه الكويسه طبعا ان هي طلعت عندنا اهو زي ما احنا متخيلين view all employees، وall employees هي الكليكابل زي ما شفنا عشان هي اللي اتحطت بين الانكر تاج. بس once ان احنا هنكليك هتدينا error. ليه هتدينا error؟ عشان السيستم ما عندوش match لللينك دوت home all employees مش موجود عنده. تعالوا نشوف كده، لو رحنا للcontrollers احنا قلنا ان الريكوستس كلها بتروح في الاول للcontroller، ففي حاجه تهاندل الاندكس والبرايفسي والامبليز، والامبليز كمان اللي معاها بارامتر الاوفرلودد ميثود اللي احنا كريتناها من شويه، بس مفيش حاجه تهاندل اول امبليز. يلا بينا نعملها. يبقى بابليك فيو ريزلت وهنقول له ايه اول امبليز، هنقول له ريتيرن فيو وبس كده. كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا view result سميناه all employees زي اسم الفيو وزي اسم ال URL اللي هيروحوا اللي في الاندكس هنا، برضو ده لازم يماتش طبعا زي ما اتفقنا، وبترتيرن نفس الاسم الفيو دوت. نعمل run ونشوف هل هتشتغل كده ولا لا. طيب هقول له all employees، الحمد لله اشتغلت، ورحنا للبيج اللي كريتناها جديده اللي اسمها all employees، وادي التايتل اللي احنا كتبناه جوه البيج. فاضل حاجه اخيره بس عايزين نعملها، ان احنا مش عايزين نروح للاول امبليز ديت واحنا ايدينا فاضيه، يعني مش عايزين نروح للاول امبليز وايدينا فاضيه، فمحتاجين نبعت معاها ايه. لو حد فاكر كان في الريبستوري في الداتا موديل هنا احنا كنا استخدمنا الليست خلاص عمالين نستخدمها، واستخدمنا الاد امبلي بس ما استخدمناش الجيت امبليز. هنروح بقى هنا كده نقول له وانت رايح الفيو خد معاك الريبستوري، مش ريسبونس لا، repository.getEmployees بس كده. يبقى الفيو ده لما هيجي
يعمل كول عليه او يروح له هيبقى معاه الداتا بتاعه الامبليز اللي عندنا. ايا كان بقى احنا عندنا بقى امبلي 1 2 10 100 هو ياخدهم معاه ويروح على البيج ديت. حلو قوي كده. هنبتدي نبيلد بقى البيج ديت انها تطلع تيبل كده بيزك خالص او بسيط خالص في الداتا اللي اتسيفت عندنا اون فلاي مش في داتابيس. تمام، اتمنى تكون الدنيا واضحه. طيب استكمالا للبيج اللي اسمها اول امبليز، يلا بينا بقى نفتحها كده الفيو دوت ونبتدي. انا هشيل بقى او سيبها، هنسيب التايتل ده زي ما هو مفيش مشكله. وهبتدي اكرييت تيبل، هنقول له تيبل والتيبل ده هيبقى جواه تاج اسمه تي هاد، نحط جواه تي ار، نحط جواه تي اتش، تي نيم، واحده ثانيه يبقى اسمها برضو ديبارتمنت. انا كل هطلعه في التيبل دوت النيم والديبارتمنت مش اكتر من كده. طبعا ده كلام بيزك HTML، انا فارض ان اللي هياخد الكورس ده ان شاء الله المفروض عارف HTML. برضو هحاول اسيب لينك يكون بسيط كده لو الناس عايزة ترفرش معلوماتها عن التيبل والتاجز ديت. انتي هاد ده سيمانتيك، لو شلناه مش هيأثر على شكل التيبل، هي بس حاجات بتبقى جود براكتس ان احنا نعملها ومفيدة في موضوع السيرش انجن اوبتمايزيشن، فالافضل ان احنا نكتبها زي التي بادي برضو. تمام، تي بادي، وهنقول له جوه بقى التي بادي. طيب هنا بقى محتاجين نقف كده وقف. كل اللي احنا كتبناه ده كالعادة HTML ده static مش هيتغير، بس احنا محتاجين نكتب شوية كود هنا هيبقى dynamic. dynamic based على ايه؟ based على ال input بتاع اليوزر، فمضطر اكتب C sharp code. طيب عشان نبتدي نكتب C sharp code دوت هنعمل loop على ال employee ال list of employees اللي هتبقى عندنا، فاكرين list of employees اللي كانت في ال repository هنا ديت، هنعمل عليها loop عشان نطلع الداتا اللي جواها. بس قبل ما نعمل كده زي ما شوفنا في فيديو سابق محتاجين نضيف اللاين دوت، هنقول له هات لي الموديل ودي هتبقى من النوع I enumerable employee. تمام، طيب هنيجي بقى هنا كده نعمل بقى razor syntax زي ما شوفنا باستخدام الاب، وهقول له for each، وهستخدم snippet. انا ممكن اكتبها كامل كتاب عادي بس هو جايب لي ان في snippet اهو هنا، فاروح دايس تاب مرتين كمل لي هو مشكورا ال for each البلوك ال for each لوحده. بيقول لي طبعا دخل التايب، انا ممكن اسيبه var زي ما هو او اكتب employee، وهاجي على الايتم هسميه m، وهاجي على الكولكشن اللي انا هلوب عليها اللي بتكونتيني الداتا اللي اسمها model بكابيتال m، وهاجي هنا بقول له والله اعمل لي بقى tr td، وهنا بقى هقول له ان انا عايز الام دوت النيم او الامبلي نيم. يبقى انا بلوب كده كاني بعمل لوب عادي جدا بتاعت السي شارب، بقول له والله من الام ديت هات لي الاتريبيوت دوت، ونفس الكلام هنا هقول له برده. طيب وهاجي هنا برده اقول له ام دوت ديبارتمنت، يا ريت دخلت كده المفروض تبقى في دوت هنا. تمام، طيب يبقى زي ما احنا شايفين دي عندنا هتبقى دايناميك، الامبلي نيم والديبارتمنت هتبقى دايناميك. جايين منين؟ جايين من الليسته اللي احنا سيفناها في الريبوزيتوري اللي احنا عملنا لها امبورت او لينك هنا في الشاشه ديت. تعالوا نشوف الاوتبوت بتاعها. طبعا تاني دي حاليا مفيش داتا، انا لازم كل مره هفتح الابلكيشن هروح ادخل داتا عشان انا مش عندي داتابيس ولا بقرا من فايل مثلا، لا، ولا من مكان على الكلاود، لا انا بدخل الداتا وبتسيف اوبجكت اون ذا فلاي في الميموري بتاعه الابلكيشن. تمام، ندخل بقى داتا كده بسرعه وادي الكونفيرميشن. طبعا مش احسن حاجه ان احنا نفضل نعمل باك، انا عارف، هنضيف الايتمز او اللينكس بتاعت السيستم كلها في الهيدر دلوقتي حالا. بس تعالوا ندخل شويه داتا كده. طبعا انا مش بكتب اختصارا للوقت يعني، فبختار الداتا اللي اوريدي متسيفه خلاص. تمام، لو رحنا لفيو اول امبلويز كده هنلاقي ان احنا عندنا احمد اللي في الفاينانس، لسه ندخله اسراء اللي في الاي تي في شكل تيبل البسيط دوت خالص، لسه هنحاول نحسن شكله شويه بس حتى الان اعتقد ده كلام كويس والدنيا ابتدت تنور شويه. بس في مشكله، لو رجعنا تاني لاد امبليز، لو ضفنا محمد ولو قلنا له ان هو مثلا في الاوبريشنز وما علمناش على ايز اكتف وعملنا سيف ورحنا عشان نشوفه في الفيو اول امبليز هتلاقيه طالع، بس اللي احنا عايزين نطلعه الاكتف امبليز بس، مش محتاج اطلع يعني لو عندي موظفين في الشركه مثلا مشيوا انا في الريبورت ده او في البيج دي عايز لا الموظفين اللي شغالين عندي فقط، مش محتاج الناس اللي مشيت. طيب هنعمل كده ازاي بقى؟
فكر كده فيها، وفي الفيديو القادم ان شاء الله هنعمل كده.